حضرتك بمسي على الكابتن رضا، يا حماد ازاي؟ وطبعا اهلاوي بس عاصرت جيله يعني، وكان هو حتى بالصدفه الكابتن عبد الجليل كان هما الاثنين بيلعبوا في نفس المركز ويبدلوا مع بعض. ربنا يخليك. طبعا يعني كانوا الاثنين بيقعدوا احتياطي لبعض يعني، مش من غير تفاصيل يعني. ده قبل ما عبد الجليل يجي الزمالك بقى. ايام طريق الاحلام والكلام اللي ما المهم ان عايز اكلم حضرتك كام نقطه بسرعه كده. حضرتك كان معاك اسلام صادق امبارح واتكلم على كواليس في الاهلي، واتكلم على كابتن عادل القرعي، وكان المفروض حد يرد لان هو قال حاجات، وقبل كده في برنامج كان عامله مع كامل احترام يعني الناس كلها محترمه، بس هو مش هو يعني مش مذيع، مش زي حضرتك يعني. اتفضل. فالمفروض كان حد يطلع يعلق بس على الكلام اللي هو قاله، لان قال ان الاهلي فيه مشاكل، وحضرتك فاكر الحوار كويس. صحيح. فالمفروض يعني ان ما يعني ايه ما بس يعني خلي بالك يا محمد، المهندس عبد القيعي والاستاذ رامي المنيسي بيردوا في قناه النادي الاهلي، ما في البرنامج بتاعهم. لا ما هي دي مش قناه نادي الزمالك. طب حضرتك يا كابتن رضا فتحت سيره كويسه. طب ممكن اسالك سؤال بس، عشان انت قلت دي مش قناه نادي الزمالك. تفتكر احنا اقول لحضرتك حاجه بعدين. تفتكر بس تفتكر احنا مش بنكلمهم يعني؟ ما انا معاك. يعني انا بكلم كابتن سيد عبد الحفيظ بيقول لا مش عايز يخش، كابتن حسام عبد القيعي مش عايز يخش، يعني بنحاول بنكلم كل الناس فعشان يردوا يعني. فمش انا مش غلطتي انا كمذيع او كاعداد ان هم مش حابين يخشوا او يردوا على هذا الكلام. ونمره اتنين وما اتكلمنا، كان في صحفيين كلموا على النادي الاهلي، دخلنا الاستاذ شريف فؤاد اللي هو المتحدث الرسمي. لكن اللي انا عايز اساله لك يا استاذ محمد، اتفضل. اسلام صادق من كام يوم قال ان عصام عبد الفتاح استاذن مرتضى منصور في تعيين ابراهيم نور الدين في ماتش النصر. طلع المهندس عادل القيعي قال والمهندس ابراهيم منيسي قال اسلام صادق ما بيقول حاجه، بيقول الحقيقه لان عنده معلومه. طيب اما يجي يقول حاجه ضد الاهلي، ليه تتاخد ان هو ضد؟ طب ما هو لسه قال حاجه ضد الزمالك. ما هو في حاجات بتبقى صح وفي حاجات بتبقى غلط كتير. هو اللي على الصح على الزمالك بس كتير قوي، في سوابق كتير قوي يا كابتن. في طيب. كان في برنامج عامله على مده طويله، وكان في معلومات كتيره مغلوطه، ومع ذلك كامل احترامنا لنا. انت ايه اللي ما عجبكش امبارح؟ قول لي يعني انت ايه مثلا حاجه قالها فما عجبتك. هو طبعا حضرتك خلاص جبت المبرر، وحضرتك اكبر ميزه بنتكلم فيها، وحضرتك الواحد انا كاهلاوي بشوف حضرتك، مع ان حضرتك البرنامج بتاعكم بيجي في ميعاد قاتل، سبع ثمان برامج اقويه جدا. ما دي الميزه يا محمد. ان انتوا يا فندم دي الميزه. دي حقيقه انا ما اقدرش انكرها. طب انت متابعنا ليه ودخلت ليه؟ عشان ان انت متابعنا. بالمنطق لا، برضو كامل احترامي حضرتك، وطبعا كابتن رضا ده راجل جميل، واحد بيحب يسمعه بس ربنا يخليك نفس طريقته كده وباسلوبه كده. بس حضرتك للتكرار انا اسف، حضرتك بتتكلم بتقول بالمنطق وبالعقل جميل جدا. عشان ما اطولش عايز اقول لحضرتك نقطه مهمه جدا. اتفضل. في حلقه من اربع خمس ايام انا سميتها حلقه الحلفانات، المستشار ده كان يحلف 30 طلاق ان هيعمل سامو ابراهيم. ما علينا بالموضوع ده. ده عندنا؟ حضرتك طبعا. لا 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 ما حصلش الكلام ده. هكمل لك. واستاذ احمد شريف في النص وعلى شمالك الخضري. ايوه ده مش برنامجي يعني يا استاذ محمد، ده مش برنامجي، ما تكلميش غير على برنامجي، انا ماليش علاقه. وده مش اعدادي، وده مش ودي مش الحلقه بتاعتي، وده مش انا عندي فريق اعداد مختلف ومخرج مختلف وبرنامج مختلف. انت بتبقى ده فريق اعداد استاذ احمد الشريف، انا ماليش علاقه. اتفضل يا كابتن. حضرتك قعدت تحلف ايمانات الله ان الاهلي مش نادي القرن. يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي انا ضيف، وانا بقول لك نادي الزمالك من وجهه نظري انا هو نادي القرن. انت ايه اللي مزعلك؟ انا بقول كده من وجهه نظري يعني. نادي الاهلي رسميا الاتحاد الافريقي قال هو نادي القرن. انا بقى مش انا كخادم غدير مش موافق على المعايير، شايف المعايير فيها نوع من المجاملات، شايف ان البطولات اللي جا خد تسع بطولات اكتر من خد سبعه يبقى المفروض هو البطل، دي حاجه ترجع لي انا. لكن ده مش هيمنع ان النادي الاهلي هو رسميا في الاتحاد الافريقي هو نادي القرن. يعني انت دي وجهه نظري يا محمد. دي وجهه نظري يا محمد. يعني دي وجهه نظري انا. ماشي ماشي، بس هي يعني ما كانتش مستدعيه كل الحلفانات دي، لان كل الاحصائيات في الدنيا بتقول ان الاهلي نادي القرن. طيب مش انت مقتنع بكده يا محمد؟ خلاص يا سيدي انت مقتنع بكل الاحصائيات بكده، والناس الثانيه مقتنعه ان انا شايف ان انت احصائيات الاتحاد الافريقي هو كمان على فكره. الناس اللي بتحط المعايير دي مش قران يعني.
يعني ده مش بتاع ربنا يعني، دول ناس بيحطوا معايير، المعايير ده قد تكون صح او غلط وطبيعي. انا بعقلي كده شايف ان 9 بطولات اكتر من 7 يبقى البطل بياخد بطولات اكتر، ده عقلي. واحد تاني يقول لي لا دي بالنقط، ماشي خلاص دي حاجه ترجع له انا. وفي النهايه رايي مش مهم يعني، انا بقول رايي. طيب يعني رايي مش هيخلي الزمالك هو نادي القرن. طبيعي جمهور الاهلي يقول لك احنا نادي القرن، وطبيعي جمهور الزمالك يقول لك نادي القرن. هتخش في جدال ليه يعني؟ لا بص يا كابتن رضا، اتفضل يا استاذ محمد. زي وجهه نظر سعادتك يعني، مفيش اي مشكله. اقول لحضرتك بس اتفضل. الو انا سامعك اتفضل. ايوه بقول لحضرتك خلاص يا كابتن. انا بس يعني حبيبي يا استاذ محمد وعلى راسي من فوق، وبشكرك على على مداخلتك، بشكرك. بص يا استاذ، انت قلت طبيعي ان جمهور الاهلي يقول ان نادي القرن، وطبيعي ان الزمالك يقول كده. انا بقى كخالد الغندور، انا مش كابتن الزمالك، انا اقسم بالله العلا، وانا بقسم بالله اهو، انا عندي عاطفه بحب نادي الزمالك، لكن عقلي والمنطق هو اللي بيحرك دماغي. يعني لو في حاجه ضد مع الزمالك وضد منطق عقلي اقول له لا، اقول لهم لا، ما تقتنعش بيها. لكن انا عندي قناعات ان التسع بطولات، وانت واخد ابطال دوري اكتر، والدوري من وجهة نظري اكتر، هو يبقى 9 اكتر، يبقى انت كذا. فاهم قصدي؟ انت اما تيجي تقول لي بالنقط يبقى اولى الاكثر تتويجا يبقى بالنقط. ما تيجي تقول لي مثلا ريال مدريد واخد بطوله اوروبا والاهلي واخد بطوله افريقيا، فخلي البطوله دي نفس نقط البطوله دي، اقول لك لا، ده بطولة اوروبا قد بطولة افريقيا 40 مرة بالظبط، لكن انت خليتهم زي بعض. فاهم قصدي؟ البطولة دي، فتيجي تقول لي بطولة افريقيا بالنقط، اقول لك لا بالنقط ليه؟ البطل، بدليل ان على مستوى العالم اما جم يقيموا مستوى العالم ولا حطوا نقط ولا بقط، بقى قال لك اللي بياخد بطولة.